مساء الخير الزميل العزيز محمد فارس، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن هاني رمزي ولضيوفكم الكرام في الاستوديو. زي ما انت قلت انا هنا موجود معاكم من فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره لمتابعه تدريب فريق النادي الاهلي الاخير لاستعدادا لملاقات طلائع الجيش غدا ان شاء الله في تمام 9:30 على استاد الاهلي وسلام في اطار مباراه الجوله 16 من الدوري الممتاز. يمكن النادي الاهلي طبعا زي ما قلت يا محمد العوده من افريقيا يوم السبت على طول، بنخش في اجواء الدوري بمباراتين، الاولى امام الجيش ان شاء الله غدا ومن بعدها ان شاء الله يوم السبت امام سيراميك كليوباترا. يمكن التدريب النهارده ابتدى على طول بمحاضره فيديو عقدها المدير الفني بيتسو موسوماني في غرف الملابس، يمكن استمرت لاكثر من نصف ساعه طبعا لشرح اهم نقاط القوه والضعف في يعني منافس الفريق ان شاء الله في مباراه الغد طلائع الجيش. من بعدها الفريق نزل ارض الملعب، تم عقد محاضره اخرى من كابتن سيد حفيظ كان بيتكلم في نفس المحور اللي انت بتتكلم فيها محمد، انه طبعا الانتقال من مرحله افريقيا لمرحله الدوري العام ومباراتين في ختام الدور الاول طبعا قبل لعب المؤجلات، طبعا اتكلم عن اهميه المباراتين واهميه الحفاظ على الصداره المحليه تزامنا مع الرياضه الافريقيه وان شاء الله الوصول للدور قبل النهائي ومن ثم الوصول للنهائي والفوز باللقب ال11 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما تشوفوا في اللقطات والمشاهد اللي وصلتكم من التدريب، يمكن تم عمل ممر شرفي كده على سبيل الدعابه لعلي لطفي طبعا نظرا لانه رزق اول امس ببنت، فطبعا اللاعبين والجهاز الفني عملوا له ممر شرفي كالعاده في فريق النادي الاهلي في اعياد الميلاد او عوده اللاعبين من الاصابه. المره دي كان لعلي لطفي طبعا نظرا انه رزق بمولوده، فبنبارك له طبعا وبندعي له ان شاء الله وبندعي لكل لعيبه النادي الاهلي بالتوفيق في كل حياتهم. يمكن التدريب طبعا بدا ببعض الفقرات البدنيه وبعض التدريبات بالكره، ومن بعده قرر الجهاز الفني الفريق غلق التمرين طبعا، ان التمرين دوت هو الاخير واللي هيتم فيها عمل بعض الجمل الفنيه ان شاء الله اللي هتطبق باذن الله في مباراه الغد. يمكن كمان الفريق ان شاء الله محمد كابتن هاني يعني عقب انتهاء التدريب مباشره هيتم دخوله الى معسكر في معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه من ملعب الاهلي والسلام باذن الله. يمكن الفريق كمان برنامجه هيبقى بكره باذن الله الفطار فيه تمام 7:30 ومن قبله هتبقى محاضره الفريق، عفوا الفطار هيبقى فيه تمام 6:30 ومن بعدها على طول محاضره الفريق والتوجه لملعب الاهلي والسلام في تمام 8:00 مساء ان شاء الله تمهيدا لوصول الفريق في 8:30 لملعب المباراه وانطلاق المباراه باذن الله في تمام 9:30. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باداء مباراه كبيره وان شاء الله الحصول على 3 نقاط يعودوا من تاني للصداره المحليه والحفاظ على مسيرته في الدوري. يمكن النتائج اكثر من رائعه زي ما ذكرتم في كلامكم، وكمان مع تزامنا مع النتائج في افريقيا. يمكن النهارده ابرز الغيابات طبعا وتاكد بشكل تام غياب احمد عبد القادر عن مباراه الغد، وكمان احتمال كبير يكون مش موجود في مباراه سيراميك كليوباترا طبعا رغبه في الجهاز الفني والطبي ان هم يحافظوا عليه خاصه مع الاستحقاقات المقبله سواء في الدوري العام او كمان بطوله افريقيا. رامي ربيعه ظهر من تاني في استاد مختار التوتش هنا بيكمل برنامجه التاهيلي وان شاء الله قريبا يكون موجود في التدريبات الجماعيه للفريق. كل الاجواء كل يعني المشاهد اللي شفناها في تدريب الفريق تقول ان الفريق مركز ان شاء الله، حاله اللاعبين جيده سواء بدنيه او فنيه، ان شاء الله حاله الانتصار والنشوه من البطوله الافريقيه يتم استمرارها بالغد ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش بالدوري العام، وان شاء الله تكون 3 نقاط جايه يعني تضاف لرصيد النادي الاهلي وان شاء الله يكمل في صدارته ورياضته المحليه وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه. كلمه ليكم محمد.